على دراجة كي تي ام 450 رالي مصنعية ريبليكا الدراج الإسباني إدواردو إغليسياس سانشيز أنهى رالي دكار العام الماضي في المركز 53 ولهذا الدراج مسيرة عامرة وطويلة تمتد لأكثر من 20 عام في سباقات الإندورو وبعدها طبعا في الراليات الصحراوية. Again on our current bike 38, Mr. Iglesias Eduardo. Muchas gracias. Vale, vamos. الدراجة رقم 77